أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أرحب بكم يا شباب في بداية هذا الدرس الثالث من دروس مادة التربية الإسلامية، وهذا الدرس تحت عنوان صفات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. التمهيد يا شباب في البداية، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم تجتمع مكارم الأخلاق بأحد من البشر كما اجتمعت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لكل عمل جليل وخلق حميد، وقد شهد له بتلك الصفات الحميدة جميع الخلائق والأنام عبر الدهور والأيام، ويكفيه شرفا مدح الباري سبحانه وتعالى له في كتابه الكريم، حيث قال تعالى عنه في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن يا شباب، في هذا التمهيد نمهد بصفات النبي، أو لصفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الله عليه وسلم قد حاز الشرف الكبير والعظيم في هذه الصفات، فكان صادقا أمينا، كان وفيا، كان محبا للخير، كان صادق الوعد، لم يخلف وعده أبدا مع أي إنسان كان قبل البعثة أو بعد البعثة صلى الله عليه وسلم، وفعلا يكفيه شرفا وفضلا ومدحا وكرما أن الله قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نتعرف على هذه الصفات من خلال كلام وصفته به زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها، ووصفه أيضا بكلام طيب ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فهنشوف يا شباب السيدة خديجة زوجه ماذا قالت عنه، وقبل أو قبل ما نعرف السيدة خديجة قالت عنه من صفات، طبعا الزوجة بالنسبة للزوج عارفة عن زوجها كل حاجة، الخير والشر. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بتقول هذا الكلام من الواقع، من الحياة اللي كانت يعني تحياها أو تعيشها مع زوجها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبتقول عنه إيه يا شباب؟ شوفوا الكلام الطيب والصفات الجميلة. قالت: إنك لتصل الرحم، يعني بتصل أرحامك، بتسأل عن أقاربك، بتعرف أخبارهم، إلى غير ذلك من وسائل صلة الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، يعني أنت بتعطي اللي ماهوش معاه، وبتساعد الفقير، وتقري الضيف، يعني تكرم الذي ينزل عندك ضيفا في بيتك، وتعين على نوائب الحق، بتقف بجانب الناس اللي عندها مشاكل، اللي عندها يعني حاجات في حياتها، فأنت يا محمد بتسهل عليهم هذه الأشياء. قال عنه علي رضي الله عنه، قال في وصفه: كان أجود الناس كفا، كان كريما جدا صلى الله عليه وسلم، وأشرحهم صدرا، حليم، ما كانش بيزعل من حد، وأصدق الناس لهجة، كان صادق الكلام، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة يعني أول مرة هابه واحترمه وقدره، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. الحين يا شباب نتعرف على كلمتين وردت أو وردتا في وصف السيدة خديجة لرسول الله،
وفي وصف سيدنا علي ابن أبي طالب في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكل؟ الكل اللي هو الضعيف العاجز، ومعنى ألينهم عريكة يعني ألينهم طبيعة وسلاسة بالخلق والسماحة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل سمح، رجل سهل ميسور، كان ييسر الأمور على أصحابه وعلى المسلمين جميعا. نتعرف الحين يا شباب على بعض صفات الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل أن يبعثه الله نبيا ورسولا. هنشوف كده بعض الصفات التي عرف بها النبي عليه السلام، أعدد بعضا من صفات رسوله صلى الله عليه وسلم بمواقف من حياته قبل البعثة. أولا الصدق والأمانة، دول أشهر صفتين عرف بهما النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في صفات كثيرة جدا، بس دول أشهر اتنين اتعرف بهم النبي عليه الصلاة والسلام. عرف النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، يعني ما كانش بيكذب، ما كانش بيخون. الصفتان دول مما رغب السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بالزواج منه. شوف سبحان الله، الصدق والأمانة جعل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة ترغب في الزواج منه، مع كون السيدة خديجة رفضت رجال أو الارتباط برجال قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعدما سمعت من غلامها ميسرة عن أخلاقه وصدقه وأمانته في رحلته بمالها لبلاد الشام. ميسرة هذا ابن للسيدة خديجة من رجل آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قد تزوجته السيدة خديجة. فميسرة هذا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الايه؟ في رحلة إلى الشام. نحن عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام تاجر في مال السيدة خديجة. المهم إن هذا الغلام رأى من أخلاق النبي ومن صدق النبي ومن أمانة النبي ما أخبر به السيدة خديجة عندما سمعت هذا الكلام وهذا الصدق وهذه الأمانة، تمام؟ رغبت في الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن النبي كان يصغرها في السن، فقد كانت في الأربعين من عمرها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 25 سنة. الصفة الثانية للنبي عليه السلام قبل البعثة الحكمة وحسن التصرف. ظهرت هذه الصفة يا شباب في موقف عظيم جدا، نسمعه كده مع بعض. اختلف زعماء مكة عند إعادة بناء الكعبة المشرفة في من يكون له شرف وضع الحجر الأسود. أهل مكة حدث في هذا الوقت، والنبي عليه السلام كان عنده 35 سنة، حدث إن أهل مكة اتفقوا إن هم يهدموا الكعبة ويبنوها من جديد علشان يجددوا البناء بتاعها وتكون كويسة يعني وطيبة وجميلة. فلما وصلوا إلى مكان وضع الحجر الأسود اختلفوا، قالوا من بقى اللي يحوز ويكون له شرف وضع هذا الحجر في هذا المكان. فكادت الحرب أن تقع بينهم، علشان كل واحد وكل قبيلة من قبائل قريش ومكة عايزة تاخد هذا الشرف وتذكر به في العرب إن إحنا اللي وضعنا الحجر الأسود في مكان. طيب، كادت الحرب أن تقع بينهم، لكن هداهم عقلهم وهداهم الله أولا سبحانه وتعالى، ثم هداهم العقل، أن اتفقوا على تحكيم. أول واحد يدخل عليهم وهم جالسين في مكة المكرمة وبجوار الكعبة، أول واحد يدخل عليهم يعني يحكموه بينهم ويعرضوا عليه المشكلة. فلما دخل عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له المشكلة، فحلها النبي عليه السلام بحسن تصرف وحكمة منه. عمل ايه يا شباب؟ أمر بثوب فوضع الحجر الأسود في وسطه، وأمر كل فخذ يعني كل قبيلة أن يأخذوا بطائفة من الثوب يعني بطرف الثوب فيرفعوه. يبقى كلهم اشتركوا في هذا العمل الجليل وحلت المشكلة، ثم أخذه النبي عليه السلام ووضعه في مكانه وانتهت هذه المشكلة بسلام.
وهذا من حسن تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة المبادرة والوفاء، وظهرت هذه الصفة في هذا الموقف الجميل. نشوف كده يا شباب، اقترح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على عمه العباس أن يأخذ كل واحد منهما ولدا من أولاد أبي طالب. أبو طالب طبعا عم النبي عليه السلام، وأخو العباس، العباس هذا عم النبي وأبو طالب عم النبي. أبو طالب كان عنده أولاد كثيرين، وأبو طالب نفسه كان فقير، فمبادرة من النبي ووفاء من النبي عليه السلام، اقترح النبي على عمه العباس إن هو يأخذ ولد والنبي عليه السلام يأخذ ولد، علشان يخفوا الحمل ويخفوا الضغط ويخفوا يعني الأمر على عمهم، على عمه أبي طالب وعلى أخو العباس أبو طالب يعني. وذلك لأنه أي أبو طالب كان كثير العيال قليل المال، فأخذ العباس جعفرا عشان يربيه ويكفله ويصرف عليه، وأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليا، وذلك وفاء من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب الذي كفله وهو صغير بعد وفاة جده. شوفوا النبي عليه السلام لما كبر في السن وتزوج أحب أن يرد الجميل لعمه أبي طالب، لأن أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، كان عمره 8 سنوات. نتابع يا شباب صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. من هذه الصفات حب العدل ومناصرة الضعفاء. هذا الموقف اللي نحكيه الحين يدل على هذه الصفة. شهد صلى الله عليه وسلم في مكة حلفا لمناصرة الضعفاء، وكان قد بلغ 20 من عمره. الرسول كان عنده 20 سنة وهو يشهد هذا الحلف الذي وقع في مكة، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة والإسلام والنبوة: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم اللي هي يا شباب أفضل أنواع الجمال والإبل، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. يبقى النبي عليه السلام كان يحب العدل، وكان ينصر الضعفاء ويناصر المظلومين، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه، يعني تكفه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. يبقى النبي لما حضر هذا الحلف الذي كان يناصر الضعفاء قال: لو أدعى لهذا الحلف في الإسلام لأجبته. الآن يا شباب نتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضا منها بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة. من هذه الصفات الجميلة أدبه صلى الله عليه وسلم. يتمثل هذا الأمر أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى مع أصحابه يجعلهم أمامه فلا يتقدمهم، يعني كان يمشي خلف أصحابه الكرام. من أدبه أنه كان يبدأ من لقيه بالسلام. أي إنسان يعني يلاقي النبي ويقابل النبي عليه السلام من المسلمين طبعا يبدأهم بالسلام، حتى لو الصبيان، حتى لو الأطفال الصغار. كان إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم، يعني بالكلام البسيط، الكلام القليل، أي على قدر الحاجة، ما كانش بيكثر من الكلام. رابعا كان يراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم، ومما يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدا بأخطائه، وإنما كان يقول، شوفوا الكلام الطيب، كان بيقول إيه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أيضا من هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة حسن تعامله. يظهر هذا في أمرين: أولا مواساته وتخفيفه لأهله عن حزنهم وبكائهم ورقيتهم حين مرضهم، كان يرقيهم ويقرأ عليهم القرآن والأدعية النبوية الكريمة. فقد خرج النبي
مع نسائه للحج، فنزل رجل وساق بهم فأسرع بالرحال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرجت معه بعض نسائه في الحج، فكان فيه رجل بيسوق يعني ويمسك بزمام وبحبل الناقة، فأسرع بهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كذلك سوقك بالقوارير. فشبه نساءه بأنهم مثل الزجاج، يعني بالراحة عليهم، امشي بالراحة لا تسرع حتى لا يقعوا ولا يصيبهم مكروه. فهذا من حسن تعامله. وبينما هم يسيرون برك جمل صفية بنت حيي زوجه رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فبكت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده عليه الصلاة والسلام. أيضا من حسن تعامله كان يأتي ضعفاء المسلمين، الفقراء، الناس المحتاجين، ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، تمام؟ فكان يزورهم وكان يعود مرضاهم، يعني بيزور المرضى ويخفف عنهم بالدعاء ويخفف عنهم بالاستغفار ويشهد جنائزهم. اللي بيموت منهم كان يصلي عليه ويذهب إلى دفنه مع المسلمين. أيضا يا شباب بارك الله فيكم، من صفات النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة شجاعته. تتمثل هذه الشجاعة في هذه الأمور الأربعة: يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم، فقد شج صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني جرح في وجهه وكسرت رباعيته يعني أسنانه. أيضا من شجاعته أنه قتل 70 من أصحابه في أحد فما وهن ولا ضعف. يوم بدر برز يعني ظهر وقاد المعركة بنفسه وخاض غمار الموت بروحه الشريفة. كذلك فر الناس يوم حنين وما ثبت إلا هو، أي في غزوة حنين، وهذا من شجاعته وقوة بأسه، لم يثبت إلا هو وستة من أصحابه الكرام، ونزل عليه قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أيضا من هذه الصفات التي اتصف بها النبي عليه السلام بعد البعثة صبره، فلم يصب أحد من المصائب والمصاعب والمشاق والأزمات بقدر ما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب، واصبر وما صبرك إلا بالله. فقد صبر على اليتم والفقر والحاجة، كان يتيما وكان محتاجا وكان فقيرا، كما قال الله له في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا صبر على الحسد وعلى الشماتة وعلى محاولة القتل، صبر على الطرد من الوطن والإبعاد عن الأهل، صبر على قتل القريب والأصحاب، صبر على تحزب الخصوم وتكالب الأعداء عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أيضا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الحلم، ويظهر هذا يا شباب في هذا الموقف، في موقف إسلام ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه. فحينما أسر ثمامة ابن أثال وربط بسارية المسجد، يعني بحجر المسجد أو بعمود المسجد، وهو مشرك وسيد قومه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ إيه اللي عندك؟ هتتكلم في إيه؟ هتقول إيه؟ فقال له ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم علي شاكر. يعني لو قتلتني هتقتلني وأنا عندي دم من قتلك، من قتلي لأصحابك، وإن تنعم تنعم علي شاكر، يبقى أنت كده مشكور لو أنعمت علي بالحرية، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. حتى كان الغدو ثم قال له: ما عندك؟ يعني الرسول قال له نفس الكلام: إيه اللي عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك أن إن تنعم تنعم علي شاكر أو على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، الرسول سابه أصلا من غير ما يأخذ منه أي حاجة. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة، أطلقوا صراحة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال عندها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أو بلدك أحب البلاد إلي. شوف حلم النبي وسماحة النبي وصفح النبي عليه الصلاة والسلام أدى بثمامة ابن أثال وهو سيد في قومه أن يسلم وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى. نماذج شباب من الصحابة الكرام تخلقوا بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا المقداد ابن عمرو. المقداد ابن عمرو رضي الله عنه قام يوم بدر وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله امضي لما أمرك الله وإلى حيث أمرك فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق. شوف بقى الشجاعة بتاع سيدنا المقداد بن عمرو بتظهر في هذا الكلام، يقول: فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك. هذه شجاعة قوية جدا للمقداد بن عمرو. وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم دعا له بخير. أخيرا يا شباب، نموذج من نماذج الصحابة الكرام، وهو لامرأة مؤمنة مسلمة قوية وشجاعة، واسمها أم عمارة رضي الله عنها، عرفت بشجاعتها في هذا الموقف وغيره. ففي معركة أحد وقفت رضي الله عنها تدافع ببسالة وشجاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملت ضربات المشركين وثبتت أمامهم، حتى قيل إنها أصيبت ب11 جرحا وما زالت ثابتة حتى في دفاعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. كانت امرأة قوية وشجاعة، ودافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنها أصيبت وضربت ب11 ضربة وجرحت بهذا العدد. كما عرفت رضي الله عنها أيضا بعقلها وحسن درايتها وفهمها للأمور وقولها للحق، وقد كان لها دور عظيم في الحفاظ على الدعوة الإسلامية، وهي امرأة وقد كانت أما صابرة ربت أبناءها على حب الإسلام ودفعت بهم للجهاد في سبيل الله، وصبرت رضي الله عنها نعم الصبر ولم تشغلها الدنيا عن دينها، فرضي الله عنها وأرضاه. هذه نماذج شباب طيبة جدا، لابد أن نقتدي وأن نتأسى وأن نسير على هديها من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخيرا بارك الله فيكم، نتعرف الآن على بعض الدروس التي تعلمناها من هذا الموضوع. أولا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. ثانيا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب المشاركة في التجمعات الساعية لإقرار الحق والعدل، كما عرفنا من النماذج التي ذكرناها. ثالثا، امتاز الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم برجاحة العقل وحسن التصرف، كما عرفنا في موقف وضع الحجر الأسود في مكان. رابعا، الرسول عليه الصلاة والسلام يجيد التعامل مع الناس بأدب ورقي، ويعطي الناس قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. أخيرا يا شباب، الصحابة الكرام خير من اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يا شباب تعرفنا في هذا الدرس على بعض هذه الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وأن يوفقكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه،
ونلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم. إلى هذا الحين لكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.